أهلا من جديد. طيب، بعد ما خلصنا هنا الصفحة عندنا هذه بالكامل، الآن نبي نضيف السايد نافيجيشن، هذه الجزئية. طيب، في هذا الفيديو هأضيف اللي هو جزء ال HTML، وفي الفيديو اللي بعد إن شاء الله في الفيديو القادم هأضيف اللي هو الستايلينج أو ال CSS. طيب الآن هأبدأ بال، خلينا نفصل السايد نافيجيشن إيش محتوى. أول محتوى اللي هو الثيم تاجلر كونتينر. عندي كونتينر يحتوي على أيقونة الشمس وأيقونة القمر، تمام، عشان أعمل كنترول للثيم. وفي نفس الصف حيكون عندنا علامة الإغلاق، تمام. فهذا المحتوى كله هحطه في ديف، وحيكون يحتوي على عنصرين اللي هو الكنتينر حق تغيير الثيم وعلامة الإغلاق. بعد كذا معلومات المستخدم، حيكون عندي برضو عنصرين. أول حاجة عنصر الصورة، والعنصر الآخر اللي هو يحتوي على الاسم وكمان ديسكريبشن. بعد كده حيكون عندي مجموعة من الروابط، تمام. كل رابط حيكون يحتوي على أيقونة، وحيحتوي على اللي هو اسم الصفحة اللي نبى ننتقل لها، أوكي. فخلونا نضيف ال HTML تحت. طيب الآن هأبدأ أحط الكود بعد تاج البدي. ليش؟ لأنه السايد ناف حيكون لي بوزيشن فيكست، فعادي بإمكاني أحطه في أي مكان، تمام. فححطه هنا بعد تاج البدي، وقبل تاج اللي هو الكنتينر ماكس. طيب هستخدم سيمانتيك HTML اللي هو اسمه السايد، تمام، يعبر على السايد اللي هو الجزئية اللي في الجانب، تمام. هأحط لها ID، حيكون عبارة عن side nav. هذه أنا حطيت ال ID لسبب إني أنا هحتاجه في الجافا سكريبت بعدين. class side nav، تمام. طيب إحنا قلنا حيكون عندي أول حاجة اللي هو هيدر لي السايد ناف. الهيدر حيكون يحتوي على زي ما قلنا اللي هو الكنتينر وعلامة الإغلاق. فححط ديف للكلاس هيدر، تمام. هذا الهيدر حقول انه يحتوي على الثيم تاجلر، وكذلك يحتوي على الكلوز. طيب أول حاجة بالنسبة لي الثيم تاجلر كونتينر هأضيفه ثيم تاجلر كونتينر، أوكي. طيب هذا عندي حيحتوي على إيش؟ هيحتوي على أربع أيقونات. إيش السبب يا أحلام؟ السبب هو إنه أنا عندي في اللايت ثيم عندي علامة الشمس، وهي سوليد بمعنى أقول إنه ليها باك جراوند. وهنا علامة القمر هو عبارة عن أوتلاين. أوتلاين يعني معناته ما في باك جراوند. فهنا عشان يعبر إنه أنا في اللايت ثيم، وهنا أضغط على علامة القمر في حال أبنتقل للدارك ثيم. نروح للدارك ثيم نشوف كيف. بالنسبة للدارك ثيم هحتاج اللي هو الشمس تكون outline، والقمر يكون felt أو solid. فبكده أنا هحتاج أربع أيقونات، فخليني أضيف الأربع أيقونات هذه. طيب الأيقونة الأولى اللي هي ال sun solid، هأخذ ال HTML code من فيجما، تمام. احنا اوريدي ضايفين السكريبت هذه، هاخد فقط الاسبان
وأضيفه. تمام، اللي ححتاجه هنا إني أضيف لها كلاس هو عبارة عن سن سوليد، هنحتاجه بعدين. وكذلك هغير الفون سايز لجميع الأيقونات الأربعة إلى 22 بكسل. تمام، هذه بالنسبة للأيقونة الأولى. بالنسبة للأيقونة الثانية حتكون السن أوتلاين اللي هي هنا، هآخذها ونشوف الكود ونلصقها. طيب هنا هأحتاج لها كلاس برضو، أو خليني أقول بدل كده دحين أي من هذه الأيقونات الأربعة هأحتاج أتفاعل معاها في الجافا سكريبت بعدين. لو أنا كنت في اللايت ثيم هأحتاج إني أتفاعل مع المون أوتلاين عشان أنتقل إلى الدارك ثيم، فهذه النقطة الأولى. تمام، النقطة الثانية لو أنا كنت في الدارك ثيم هحتاج أتفاعل أو أضغط على السن أوتلاين عشان أنتقل إلى اللايت ثيم. تمام، هنا الأيقونات هذه اللي أنا بنقولها لو أنا أبغى أضيف لها تفاعل باستخدام الجافا سكريبت، لسبب ما زبط معايا إنه على طول مثلا استخدمها في الجافا سكريبت دايركت، فاحتاج هنا اني اضيف سبان، وهذا السبان حيكون لي اي دي، او خليني اقول كلاس ايكوال سن اوتلاين. تمام، وبداخل هذا السبان هحط الايقونه. تمام، يصير لما في الجافا سكريبت أبغى أشير لهذا الإسبان. تمام، الإسبان الأول. أوكي، بعد كده هأغير فقط الفونت سايز إلى 22 بكسل. الأيقونة اللي بعد كده حتكون المون أوتلاين اللي هي هذه، ناخد الكود التابع لها من هنا، وهعمل نفس الحاجة إني أضيف سبان خارجي برضو عشان أستخدمه إلى في الجافا سكريبت. تمام، فالسبان هذا حيكون عبارة عن سبان يكون لي الكلاس دوت مون أوتلاين وألصق الأيقونة، وهنا برضو هغير الفونت سايز لها. تمام، الأيقونة الرابعة والأخيرة اللي هي المون سوليد اللي حتكون في الدارك ثيم، فهاخده و شوف ال HTML كود وألصقه على طول لأني ما هحتاج سبان إضافي هنا، وأغير الفون سايز إلى 22 بكسل. كده خلصنا بالنسبة لي محتوى الثيم تاجلر كنتينر. بعد ما أغلقه وأخرج بخارج هذا الدف أحتاج إني أضيف اللي هو علامة الإغلاق أيضا، عشان هحتاج في الجافا سكريبت إني أتفاعل معاها، فحاضيف span dot close منيو. تمام، وكذلك أضف لها كلاس بنفس الحاجة كلوز منيو، اي دي عشان أتفاعل معها في جافا سكريبت، وكلاس عشان تساعدني في التنسيق. طيب هنا هأخذ علامة الإغلاق، هنرجع هنا ونأشر عليها وناخذ الكود. تمام، هنا انا في حاجة انه لو تلاحظوا بين اللايت والدارك ثيم هنا حيكون لونها لها اللون الكحلي، وهنا في الدارك ثيم حيكون لها اللون الابيض. ففي هذه الحالة انا حالغي اللون حقها، ما حخليه ثابت لاني حخليه ايه، ابغى اعمل له كنترول
في حال غيرت ما بين اللايت والدارك ثيم، تمام؟ فحألغي خاصية اللون من هنا. اوكي، خلينا كده نوضح شوية. حنقول هنا عندنا الكلر، وهنا حيكون عندنا الكلوز. اوكي، بعد كده حننتهي من الهيدر وندخل ونبدأ جزئية اليوزر، معلومات اليوزر. ففي هذه الحالة حقول عندي عبارة عن div، أو هنا كتبتها بكومنت مو مشكلة، dot user، تمام؟ هيحتوي على الصورة أول حاجة، فالصورة هنا عندي حيكون اسمها user picture dot png، وبالنسبة للالت نقدر نكتب user picture. اوكي، طيب بعد كده بالنسبة لي الاسم والديسكريبشن حأحطهم في div، فحيكون عندي هذا الديف يحتوي على عنصرين، اللي هو العنصر الأول الاسم، تمام؟ هأنسخ الاسم. بعد كده حيكون عندي البيل الثاني، هعطيله كلاس سكندري تكست. سكندري تكست لأنه يزودني باللون للكلام الثاني، تمام؟ طيب سكندري تكست هاخد هذا الكلام وألصقه، تمام؟ طيب كده خلصنا بالنسبة لي. خلينا هنا نضيف كومنت اللي هو اليوزر. بعد اليوزر نقفله ونضيف النافيجيشن اللي هي هذه الجزئية، تمام؟ بالنسبة للنافيجيشن هيكون عندي، نكتب هنا الكومنت، هيكون ul list، وأضيف لها كلاس اسمه nav list، تمام؟ هيكون عندي 1 2 3 4، 4 li، 4 عناصر. خلينا نشوف العنصر الأول، هيكون محتوى أيقونة، فهأخذ الأيقونة هذا العنصر الأول، وأكتب كلمة بروفايل، تمام؟ بعد كده هأضيف العنصر الآخر، ونضيف الأيقونة أيضا، تكون علامة الداشبورد. داش بورد، تمام؟ كتبتها مو صح، داش بورد، تمام. هذا العنصر الثاني، ولكن هنا عند ال li هأحط كلاس هيكون عبارة عن active، معناه انه هذه هي الصفحة اللي انا فيها حاليا، تمام؟ طيب العنصر الثالث الأيقونة، وال تكست حيكون سكيدجول، وكذلك آخر عنصر حيكون الاي، أيقونة، والمحتوى عبارة عن لوك أوت، تمام؟ تمام كده خلصنا بالنسبة لمحتوى اللي هو السايد نافيجيشن. طبعا حاليا هو بهذا الشكل. خلينا نشوف في الفيديو القادم إن شاء الله كيف هنضيف التنسيق حتى يطلع بنفس هذا التصميم.